السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم حتكون هو الكمبيوتر باص والتايبس اوف سيستم باسز وكذلك تايبس اوف ميموري، الناقل ونظام النواقل او الموصلات وكذلك انواع الذاكرة. طبعا المحاضرة السابقة كانت هي ريفيو للمحاضرات اللي قبلها. بعد ما عرفنا الكمبيوتر او علم الكمبيوتر كمبيوتر ساينس واخذنا خصائصه وانواعه وعمليات السي بي يو وعمليات البروسيسر كذلك الهاردوير بالكمبيوتر، اخذنا كل جزء عرفنا شنو عمله داخل الحاسبة. فاليوم ناخذ موضوع جديد هو الكمبيوتر باص. الكمبيوتر باص طلاب، يا ريت لو كلكم وياي، فاحنا كل محاضرة حناخذ جزء بسيط. فلو بكل محاضرة يعني كل اسبوع تقعدون تقروا لكم ساعة ساعتين افضل مما ان تجمع عليكم المحاضرات كلها ويصير الشرح عليكم اكثر فتصعب عليكم. فطلاب ان شاء الله اليوم ناخذ موضوع جديد باللكتشرز 5 and 6 هو الكمبيوتر باص. شنو الكمبيوتر باص؟ شنو انواعه؟ طلاب الكمبيوتر باص يقصد به الناقل. شنو الناقل؟ احنا عرفنا اجزاء الحاسبه، عرفنا اجزاء الحاسبه الهاردوير، السي بي يو، المذر بورد، الميموري، الانبوت، الاوتبوت، عرفنا هذه اجزاء وانواع الكمبيوتر او الكمبيوتر هاردوير. زين، هذه الاجزاء شلون دا ترتبط مع بعضها؟ يعني شلون اني البيانات مالتي دا تنتقل من الانبوت للذاكره ومن الذاكره للسي بي يو ومن السي بي يو ترجع للذاكره ومن الذاكره للاوتبوت؟ شلون دا اوكي عرفت انه البيانات دا تنتقل بهذا الشكل، شلون دا تنتقل من جزء الى اخر؟ من خلال البصز، من خلال النواقل، تنتقل من جزء الى اخر من خلال النواقل. فالداتا والانستركشن دا تتنقل بالحاسبة من خلال البصز. اذا شنو هو البصز؟ شنو تعريفه؟ فطلاب يا ريت لو كلكم وياي اطلب منك شنو تعريف البص. فالباص او الكمبيوتر باص اللي هو الناقل is a mesh of wires or electronics pathways connected between motherboard and other components. These are the wires or electronic pathways that joins various components together to communicate with each other. اللي هنا طلاب هذا تعريف الباص. نعيده، الباص هو اوكي، الباص شنو هو؟ الباص هو mesh of wires or electronic pathway، هو مجموعة من الوايرات او عبارة عن طريق الكتروني. طبعا طلاب كلنا شايفين الوايرات اللي تكون على الاغلب شايفيها بالكيس، الوايرات اللي تكون داخل الكيس الحاسبة، هنا تربط اجزاء الحاسبة الداخلية كالسي بي يو الميموري. فهذه الوايرات الوايرز هو نسميها الباص او الكترونيك باث واي، الطريق الالكتروني. شلون السيستم السوفت وير يتكون من طريق الكتروني او شلون خطوط؟ هذه هي البصز النواقل. فاذا الناقل هو عبارة عن مجموعة من الوايرات او الكترونيك باث واي
connected between motherboard and other component. تربط أجزاء الحاسبة بين المذربورد بين لوحة الأم ومحتويات الحاسبة الأخرى. أوكي. These are the wires or electronic pathway. هذه الوايرات أو الإلكترونيك pathway joins various component. تربط لي محتويات مختلفة together معا. To communicate with each other حتى تتصل مع بعضها. إذن الباس هو عبارة عن مجموعة من الوايرات أو عبارة عن طريق إلكتروني تربط بين لوحة الأم والمحتويات الأخرى للحاسبة. هذه الباسز أو هذه الوايرات جوينز تربط لي محتويات الحاسبة المختلفة مع بعضها حتى تتصل المحتويات مع بعضها. واضح طلاب؟ هسه عرفنا الباس شنو؟ هو الناقل اللي ينقل البيانات من مكان إلى آخر. زين، هذه النواقل تكون على نوعين. Types of buses، أنواع النواقل تكون على نوعين. شنو هذه النوعين؟ Internal bus و External bus، النواقل الداخلية والنواقل الخارجية. اللي نعرف مميزات كل ناقل أو الخصائص اللي كل ناقل، أريد أعرف أوكي تايبس. هسه بعد ما عرفنا الباص شنو هو، فالتايبس of buses أنواع النواقل عندي نوعين، internal bus و external bus. زين، بصورة عامة الانترنال باص من اسمها نواقل داخلية، يعني الوايرات او الالكترونيك باثوي اللي تكون داخل الحاسبة، يعني احنا ظاهريا ما نشوفها لكن لو نفتح الحاسبة حنلقى هذه الوايرات داخل الحاسبة. فهذه الوايرات اللي تكون داخل الحاسبة اللي احنا ما نشوفها ظاهريا نسميها انترنال باص، النواقل الداخلية اللي تربط للأجزاء الداخلية للحاسبة. النوع الثاني هو الاكسترنال باس. الاكسترنال باس الوايرات او الكابلات اللي نربط اي جهاز خارجي بالحاسبة. مثلا اريد اربط طابعة بالحاسبة، فلازم شنو؟ لازم عندي كابل اربط بيه بين الطابعة وبين الحاسبة. سكانر، الواير مال الحاسبة، واير الشحن للحاسبة، هذه كلها شنو؟ نسميها نواقل external، نواقل خارجية ظاهرة ممكن انه انت تشوف الواير. اوكي طلاب، فهذه انواع البصز، انواع النواقل. زين، اجي شنو الفرق بين الانترنال بص والاكسترنال بص؟ حنطيكم مقارنة بين الانترنال والاكسترنال، فممكن اجيب لكم اياها مقارنة، ممكن لا اجيب لكم مميزات اي وحده من انواع الباصز الانترنال او الاكسترنال، فحطكم اياها على شكل نقاط، فبكل الاحوال انتم حفظوا اذا جتكم مميزات او اذا جتكم مقارنه بين الانترنال والاكسترنال باص. اوكي طلاب، زين نجي اول شيء اقول له الانترنال باص ات انترنال باص It connect various component inside the cabinet. هاي أول نقطة للإنترنال، هي تربط لي المحتويات المختلفة داخل الكابينت، يعني داخل شبكة الحاسبة الداخلية اللي احنا ما نشوفها. فIt connect various component inside the كابينت. هذه أول نقطة للإنترنال باص. أما الإكسترنال باص، it allows different external devices to be connected to computer. تسمح لي بربط الأجهزة الخارجية المختلفة للكمبيوتر. هذا النوع من أنواع البصز
allow different external devices يسمح لي بربط الأجهزة الخارجية المختلفة المن to computer للحاسبة. أوكي، هذه أول نقطة الفرق بين الـ internal والـ external. أعيدها، الـ internal it connect various components inside the cabinet، أما الـ external it allow different external device to be connected to computer. هذه شنو؟ هذه أول نقطة المن للفرق بين الـ internal والـ external. زين، النقطة الثانية، مثلا شنو اللي عندي مربوط بنواقل internal داخلية؟ مثلا عندي الـ CPU، الميموري، and motherboard. هذه أنواع الأجهزة اللي تكون أو أنواع الهاردوير، أدوات الهاردوير اللي تكون عندي داخل الحاسبة اللي مربوطة بواسطة الـ internal bus، CPU، الميموري، and motherboard. أوكي، أما الـ external bus فشربط لي يربط لي different devices. مثلا عندي الأجهزة، تريد تقولي الأجهزة للكمبيوتر، تريد تعطيني أي مثال تقدر تربط أي جهاز على الكمبيوتر. مثلا عندي البرينتر، الطابعة. أوكي، مثلا عندي تقولي البرينتر ديفايس، جهاز الطابعة، أو أي جهاز آخر أنت تقدر تربطه للحاسبة. هو يربط بواسطة external bus، نواقل خارجية. أعيد، اثنين، مثال على internal bus CPU، الميموري، and motherboard. مثال على external bus devices أو تقول printer device، جهاز الطابعة أو السكانر أو أي جهاز تقدر تربطه. أوكي طلاب، زين. ثلاثة، نقول internal bus ويعرف أيضا بالsystem bus، ناقل النظام. ليش؟ داخل الحاسبة يعرف أيضا system bus. أما الـ external bus known as expansion bus، ويعرف أيضا بناقل التوسعة. الـ internal system bus، أما الـ external يعرف أيضا بـ expansion bus. واضح؟ هاي ثلاثة. أربعة، الـ internal bus يكون faster than external. الـ internal bus النواقل الداخلية تكون أسرع من النواقل الخارجية، في حين النواقل الخارجية it's slower than internal، تكون أبطأ من الـ internal bus. واضح طلاب؟ عندي أربع نقاط أو أربع مميزات لكل نوع من أنواع البصز، هعيدهم بصورة سريعة. واحد، it connect various components inside the cabinet، أما الـ external it allow different external to be devices to be connected to computer. أوكي، اثنين، أمثلة على الـ internal bus CPU، الميموري، أو الـ motherboard. أمثلة على الـ external الأجهزة أو البرينتر أو السكانر. أوكي، ثلاثة، الـ internal bus known as system bus، يعرف أيضا بالـ system bus، أما الـ external يعرف أيضا بالـ expansion bus. أربعة، الـ internal bus يكون faster than external، أما الـ external يكون slower than internal، يعني الـ internal يكون أسرع من الـ external، في حين الـ external يكون أبطأ من الـ internal bus. واضح طلاب؟
هسه حاليا عرفنا تعريف الباص، وكذلك عرفنا كل نوع من انواع الباصز اذا مقارنة بينهم او مميزات كل جزء منهم. اوكي، بعدها type of system buses يعني انواع الانترنال. السيستم باصز نواقل النظام انواعها. طبعا هذه النواقل احنا نشوفها ممكن تكون مشابهة، لكن كل ناقل ينقل بيانات حسب وظيفته او عمله، حسب وظيفته او عمله، او مرتبط بين اي اجزاء فينقل بيانات من خلالها. لهذا قسمت النواقل الى ثلاثة انواع رئيسية. شنو هذه الانواع؟ فانواع السيستم باص هو 1 الكنترول باص، 2 الادرس باص، 3 الداتا باص. يجي كل جزء منهم نتعرف عليه بشي بسيط. الكنترول باص يقول the control bus is used by the CPU to direct and monitor the actions of the other functional areas of the computer. لهنا طلاب هذا تعريف الكنترول باص. يقول يستخدم بواسطة السي بي يو، يعني النواقل اللي تكون مرتبطة بالسي بي يو بصورة مباشرة، and monitor the action وكذلك المرتبطة بالمونيتر بالشاشة اوكي of the computer. هذا شنو؟ هذا تعريف الكنترول باص. اجي الادرس باص، النوع الثاني من انواع السيستم باصز. الادرس باص يقول the address bus consists of all the signals necessary to define any of the possible memory address locations within the computer. ناقل العناوين، طبعا الكنترول باص هو ناقل التحكم، الادرس باص ناقل العناوين. يقول ناقل العناوين يتضمن all the signals كل الإشارات necessary to define any of the possible memory الضرورية لتعريف ذاكرة أو مواقع عناوين الذاكرة memory address location بالكمبيوتر بالحاسبة. فالأدرس باص اللي هو ناقل العناوين يتضمن لكل الإشارات الضرورية لتعريف مواقع عناوين الذاكرة في الحاسبة. أوكي، هذا تعريف الأدرس باص. أما النوع الثالث الداتا باص، the bi-directional data bus sometimes called memory bus handles the transfer of all data and instruction between functional area of the computer. The bi-directional data bus يعني ناقل البيانات، ناقل البيانات الثنائية الاتجاه. يقول sometimes called memory bus بعض الأحيان أيضا يسمى ناقل الذاكرة. ليش؟ لأن هذه النواقل اللي تكون بين الميموري بين الذاكرة. Handle the transfer of all data and instruction يقول هو اللي مسؤول أو اللي يحمل لعملية نقل كل البيانات والمعلومات بين مساحات الكمبيوتر. واضح؟ فإذا الداتا باص اللي يعرف أيضا بالميموري باص هو اللي ينقل لكل البيانات بين مساحات أو بين أجزاء الكمبيوتر.
أوكي طلاب، أنواع السيستم باص، أول نوع هو الكنترول باص عرفنا تعريفه، النوع الثاني هو الأدرس باص وأيضا عرفنا تعريفه، النوع الأخير هو الداتا باص وعرفنا تعريفه. طلاب هذا كل تعريف إلى وين أني وضحته وشرحته. أوكي وطلاب أعيد وأكرر أنه تقرون وياي كل محاضرة بمحاضرة، أنتوا بتنزل لكم بالأسبوع محاضرة واحدة، وحاول أنزل لكم يعني صفحتين ثلاثة، فقدرون تقعدون ساعة ساعتين تقروهم وتحفظوهم، لأن إذا جمعتوهم يصير كل هواية عليكم ويصعب عليكم حفظهم. اوكي هسه عرفنا الباص، عرفنا انواع الباصز internal bus and external bus، كذلك عرفنا انواع السيستم باص اللي هو الكنترول باص الادرس باص and data bus. واضح هاي بالنسبة للنواقل. زين اجي بالنسبة الى الكمبيوتر ميموري، بالنسبة للذاكرة يقول الذاكرة تقسم إلى قسمين رئيسية، there are two basic categories of memory، تصنف أو تقسم إلى قسمين رئيسية هي primary storage و secondary storage، خزن أولي وخزن ثانوي. أقسم الميموري الذاكرة إلى قسمين رئيسية primary and secondary، خزن أولي وخزن ثانوي. هسه نجي أول شيء على primary storage الخزن الأولي، أو هو المين ميموري اللي هو الذاكرة الرئيسية. شنو وظائفها؟ شنو أنواعها؟ زين أول نوع من أنواع الميموري هو primary storage أو main memory. زين شنو وظائفه؟ يقول the specific functions of main memory are to hold، أو يقول الوظائف الخاصة أو الأساسية للذاكرة هي ثلاث وظائف. شنو؟ واحد store all data to be processed، هو خزن كل البيانات اللي اريد شنو اعالجها. اثنين store intermediate result of processing، خزن نتائج المتوسطة للمعالجة. اخر شيء هو store final result، خزن النتيجة النهائية of processing بعد المعالجة. واضح هذه الوظائف الرئيسية المن للمين ميموري أو primary storage، هي store all data to be processed، store intermediate result of processing and store final result of processing. اوكي هذه وظائف المين ميموري أو primary storage. زين أنواع primary storage أو أنواع المين ميموري شنو أنواعها؟ أيضا أجي كل نوع وأعرف شنو مميزاته. أول نوع من أنواع المين ميموري هو الريجستر. اوكي قلت بعد ما عرفنا وظائف المين ميموري الرئيسية او الخاصة، فهسه اجي اريد اتعرف على انواع المين ميموري او انواع البرايمري ستورج. فاول نوع هو الريجستر السجلات. طلاب طبعا الريجستر هو ذاكرة مؤقتة وسعتها تكون قليلة جدا،
تنخزن به البيانات لفترة مؤقتة وتنتقل إلى رجستر آخر تكون داخل البروسيسر، وإن شاء الله نأخذها بالمراحل القادمة بشكل تفصيلي أكثر. بس حتى يكون عندكم فكرة شنو الرجستر، هو شلون وعاء تنخزن به البيانات، لكن يكون مساحة الكباسيتي مالته قليلة ويخزن البيانات لفترة مؤقتة، يكون داخل البروسيسر. اوكي، هسه اجي اريد اعرف اول نوع من انواع المين ميموري هو الرجستر السجلات. شنو هو الرجستر؟ يقول are part of CPU، هو جزء من السي بي يو. ايش قلت لك؟ هو وين يكون؟ داخل البروسيسر، فهو جزء من السي بي يو. They have the least capacity and storing limited amount of instruction and data only immediately before and after processing. اوكي، اول نوع من انواع المين ميموري هو الرجستر. فيقول الرجستر هو part of CPU، هو جزء من CPU. ليش؟ لان هي مجموعة رجسترات تكون داخل البروسيسر. زين، they have، هذه شو تكون؟ least capacity، السعة مالتها تكون قليلة، اقل سعة. And storing limited amount of instruction and data، ويخزن لي كميات محدودة من البيانات قبل أو بعد المعالجة، before and after processing. أوكي، هذه بالنسبة للرجستر، هو جزء من CPU، يكون least capacity، أقل سعة، and storing limited amount of data، ويخزن لي كميات بيانات قليلة جدا أو محدودة جدا قبل وبعد البروسيسنج. هذه أول نوع من أنواع المين ميموري. النوع الثاني من أنواع المين ميموري هو الراندوم أكسس ميموري الرام. طبعا طلاب، احنا يعني من اجي اقول ذاكرة مباشرة اعرف الذاكرة الرئيسية هي المين ميموري. طلاب، هذه الذاكرة تكون داخل الحاسبة. طبعا احنا عندنا ذاكرة اخرى اللي هي الاكسترنال او السكندري ميموري، اللي هي الذاكرة الخارجية، اللي هي مثلا عندي الهارد الخارجي، الفلاش، الرام الخارجي، او اي ذاكرة خارجية. لكن من أقول main memory أقصد بها البيانات اللي تنخزن عندي داخل الحاسبة. أوكي، اللي تنخزن عندي داخل الحاسبة، فأنا مباشرة من أقول main memory أقول تتكون من الرام والروم. صح، هذه الأنواع الرئيسية للرام والروم للmain memory. لكن داخل الحاسبة عندي وحدات خزن أخرى بالإضافة إلى الرام والروم. الرام والروم وحدات خزن رئيسية أنواع المين ميموري، لكن عندي وحدات خزن أخرى هسه نجي نتعرف عليها، اللي هي أحدها الرجستر اللي يكون داخل البروسيسر. عرفنا شنو يكون الرجستر، وناخذ إن شاء الله بالمحاضرات القادمة بشكل تفصيلي أكثر. النوع الثاني من أنواع الميموري هو الراندوم أكسس ميموري الرام، اللي هي ذاكرة الوصول العشوائي. ذاكرة الوصول العشوائي ما حناخذ مميزاتها، لأن المحاضرات القادمة حناخذ شكل تفصيلي أو مقارنة بين الرام والروم. فالنوع الثاني هو الراندوم أكسس ميموري، لكن حناخذ أنواع الرام. أنواع الرام، أول نوع للرام هو الستيتك رام، الاس رام أو الستيتك رام. النوع الآخر الديناميك رام أو الدي رام. أوكي، هسا عرفت انه الميموري تايبس اوف ميموري، انواع الذاكره نوعين، برايمري وسكندري. هسا اني وين؟ بالبرايمري اللي سميناها ايضا مين ميموري. فالبرايمري تقسم الى انواع، النوع الاول هو الريجستر،
النوع الثاني هو الرام، والنوع الآخر هو الروم. طبعا عرفنا الريجستر، أجي على النوع الثاني اللي هو الرام، اللي هو Random Access Memory، ذاكرة الوصول العشوائي. أجي أريد أعرف أنواع الرام. واحد، الستيتك رام اللي هو الاس رام. فنجي ناخذ مميزات الاس رام، فممكن جبت لك اياه تعريف مقارنة بين الاس رام والدي رام، بين الستيتك والدايناميك، مميزات اي نوع منهم. فحنطيك مميزات كل جزء منهم. اول شيء الستيتك رام اللي هو الاس رام، اللي هي ذاكرة الوصول العشوائي، ستاتيك اند دايناميك، الثابتة والمتحركة او العشوائية. واحد، يقول الستاتيك رام used for implementing CPU registers. used for implementing CPU registers، يستخدم المن لتنفيذ الرجسترات بالسي بي يو. هذه واحد. اثنين، used for special high speed memory، يستخدم وين؟ special high speed memory، ذاكرة ذات سرعة عالية. هسا واحد، used for implementing CPU register. اثنين، used for special high speed memory. ثلاثة، يقول static RAM keeps value without having to be refreshed، يبقي القيم أو البيانات بدون refresh، بدون تنشيط. اوكي، تنخزن به البيانات لكن without refresh، بدون تنشيط. اوكي، هعيد بصورة سريعة مميزات الاس رام او الستاتيك رام. واحد، use for implementing CPU register. اثنين، use for special high speed memory. ثلاثة، keeps its value without having to be refreshed. هاي بالنسبة للستاتيك رام. اجي اثنين بالنسبة للدايناميك رام. واحد، يقول الدايناميك رام is where programmed data are kept when a program is running. يقول حيث أي مكان تكون ببرمجة حتنخزن البيانات وين؟ بالدي رام. حيث data are kept، يبقى البيانات أو برنامج مالتي عندما البروغرام مالتي is running، يكون بعملية implementation، تنفيذ. اثنين، تقدر تقول حتى أبسط لكم، يقول الدايناميك رام is where programmed، يعني بأي وقت تكون البيانات بحالة شنو؟ بروجرام، مبرمجة أو رانينج للبروجرام، تنفيذ برنامج. اثنين، it must be refreshed within less than a millisecond or loses its contents. it must be refreshed، هنا يجب أن يكون بعملية ريفرش، عملية تنشيط. أما بالستيتك يكون without refresh، بالدايناميك يقول must be refresh، يجب أن يكون بعملية تنشيط. in less than a millisecond or lose less it content، كميات تكون أقل البيانات أو تحصل خسارة بمحتويات البيانات داخل الرام أو داخل الدي رام، دايناميك رام. أوكي، فأعيد لكم إياه بشكل أسرع.
هذه بالنسبة للديناميك رام. فشنو مميزاته؟ واحد يقول الدي رام is where programmed، في أي وقت يكون عندي تنفيذ برنامج فهو الديناميك رام. اثنين it must be refreshed، يجب أن يكون عملية تنشيط للبيانات داخل الدي رام. اوكي، هذه بالنسبة أول شيء عندي شنو؟ الستاتيك رام اللي هي أحد أنواع الرام. اثنين الديناميك رام، عرفنا كل واحد مميزاته. هسه أجي النوع الآخر من أنواع الرام هو الكاش ميموري. طلاب هذا نوع آخر من أنواع البرايمري ستورج، هو الكاش ميموري. الكاش ميموري طلاب أيضا ذاكرة تكون سريعة وأيضا مؤقتة، تكون في الحاسبات الحديثة أغلب الأحيان تكون في الحاسبات الحديثة. أيضا طلاب حطيكم مميزاتها، مميزات الكاش ميموري. واحد تكون ماني مودرن كمبيوتر ابليكيشن، تكون في تطبيقات الحاسبة الحديثة واغلب تطبيقات الحاسبة الحديثة. اثنين تكون very complex and have numbers of instruction، وتاخذ عدد كبير او ضخم من البيانات. أعيد، واحد تكون many modern computer application، تطبيقات الحاسبة الحديثة، أيضا تكون معقدة جدا، يعني تأخذ البيانات لتكون معقدة جدا أو الأرقام الضخمة من البيانات. أوكي، أيضا ثلاثة cache memory is placed closer to the CPU، الكاش ميموري مكانها يكون الأقرب المن للسي بي يو. الأربعة كاش ميموري is faster than RAM، تكون أسرع من الرام نفسه. أوكي، هذه مميزات الكاش ميموري، مميزات الكاش ميموري. هعيدها، واحد many modern computer application، اثنين very complex and have numbers of instruction، ثلاثة cache memory is placed closer to the CPU، أربعة cache memory is faster than RAM. هذه أربع مميزات للكاش ميموري. أوكي طلاب، أجي على آخر نوع من أنواع الرام هو الفلاش ميموري. الفلاش ميموري هنا الفلاش ميموري اللي يكون داخل الحاسبة، مو الفلاش الإكسترنال اللي يكون سكندري ميموري. ايضا حنعطيكم مميزاته على شكل نقاط. واحد فلاش ميموري is a special type of memory that works like both RAM and ROM، يقول هو نوع خاص من الذاكرة يعمل كعمل الرام والروم. اوكي، اثنين Flash memory is available in the 16 gigabyte to 32 gigabyte range، يقول متوفر كمعدل 16 gigabyte أو 32 gigabyte. ثلاثة they are much faster to access، أو تقدر تقول they are much faster، يكون
أسرع. أربعة، they consume less power، يستهلك طاقة أقل، يستهلك طاقة أقل. زين شنو بيكون أسرع ويستهلك طاقة أقل؟ عملية خزن البيانات تكون أسرع، عملية خزنها بالفلاش تكون طاقتها أقل، وهكذا. أوكي أعيد صورة سريعة مميزات الفلاش ميموري. واحد، special type of memory that work like both RAM and ROM. 2. Flash memory is available in the 16 gigabyte to 32 gigabyte range. 3. يكون faster. 4. Consume less power. يستهلك طاقة أقل. هذه أربع نقاط الخاصة من مميزات أو خصائص الفلاش ميموري. أوكي طلاب، هسه عرفت الذاكرة الرئيسية أو العفو الذاكرة تقسم إلى نوعين، ذاكرة رئيسية وذاكرة ثانوية. الذاكرة الرئيسية تقسم إلى ثلاث أنواع. أول نوع من أنواع هو الرجستر، عرفنا الرجستر. النوع الثاني اللي هو الرام أو الراندوم أكسس ميموري، عرفنا أنواعه، هي الستاتيك رام والدايناميك رام والكاش ميموري والفلاش ميموري، كل جزء خصائصه أو مواصفاته. آخر نوع من أنواع المين ميموري أو البرايمر ستورج هو الروم، لأن تتكون من الرجستر عرفنا، الرام عرفنا هو وأنواعه، والروم اللي هو الريد أونلي ميموري اللي هو ذاكرة القراءة فقط. الريد أونلي ميموري ذاكرة القراءة فقط. طلاب ما حناخذ خصائص الروم مثل ما أخذنا خصائص الرام، لأن حناخذهم بشكل تفصيلي بالمحاضرة القادمة إن شاء الله مقارنة. فقط تعرف لأن النوع الآخر من أنواع المين ميموري هو الروم، الريد أونلي ميموري ذاكرة قراءة فقط. زين فقط أريد تعرف أنواع الروم. عندي ثلاث أنواع من أنواع الروم. أول نوع هو البي روم، هو البروغرامبل ريد اونلي ميموري، البي روم بروغرامبل ريد اونلي ميموري. 2. الاي بي روم، الايرسيبل بروغرامبل ريد اونلي ميموري، نوع الثاني من انواع الروم. النوع الثالث من انواع الروم هو الـ EEP ROM اللي هو الـ Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. أوكي طلاب، النوع الأخير من أنواع الذاكرة الرئيسية هو الروم اللي هو Read Only Memory. شنو أنواع الروم؟ أول نوع هو الـ P ROM اللي هو الـ Programmable Read Only Memory. النوع الثاني هو الـ EEP ROM اللي هو الإرسيبل بروغرامبل ريد أونلي ميموري. النوع الثالث هو الإيEP روم، هو الإلكتريكالي إرسيبل بروغرامبل ريد أونلي ميموري. أوكي طلاب، اللي هنا الحد السكندري ستورج، الحد الذاكرة الثانوية، إن شاء الله نشرحها بالمحاضرة القادمة. في اليوم عرفنا الباس، أنواع الباس، كذلك الذاكرة وأنواعها. حناخذها بصورة سريعة حتى تبقى عندنا بالذاكرة. شنو اليوم أخذنا؟ أخذنا طلاب أول شيء أخذنا الباص، وعرفنا شنو الباص، شنو تعريفه، شلون يربط لي أجزاء الحاسبة مع بعضها. وقلنا الباص يقسم إلى نوعين،
internal bus and external bus. Internal bus and external bus. والinternal bus عرفنا خصائصه والexternal bus عرفنا خصائصه. بعد أخذنا system bus أو أنواع السيستم باس. يقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي الكنترول سيستم باس and address سيستم باس والداتا سيستم باس. أوكي فطلاب، بعد ما أخذنا الباس وعرفنا شنو تعريفه، أخذنا أنواع الباص الانترنال والإكسترنال، أخذنا سيستم باص أنواع الكنترول والأدريس والداتا باص. زين بعد شنو أخذنا؟ أخذنا الكمبيوتر ميموري أنواع الميموري. قلنا الميموري تقسم إلى نوعين، السكندري إن شاء الله نشرحها المحاضرة القادمة، والبرايمري أو المين ميموري. فاليوم أخذنا البرايمري أو المين ميموري. قلنا البرايمري تقسم إلى ثلاثة أنواع، أو المين ميموري تقسم إلى ثلاثة أنواع. الريجستر عرفنا شنو الريجستر، الرام وعرفنا الرام يقسم الى انواع الاس رام والدي رام الستاتيك رام والدايناميك رام، الكاش ميموري، اخر شيء الفلاش ميموري. اوكي وكل جزء عرفنا خصائصه، فممكن تجينا مقارنه، ممكن يجينا وظيفه، ممكن تجينا مميزات كل جزء منهم. اخر نوع من انواع المين ميموري او البرايمري ميموري هو الروم، الريد اونلي ميموري. وايضا قسمناه الى ثلاثه انواع، هو البروجرامبل اللي هو البي روم، الاي بي روم، الايرازيبل بروجرامبل روم، ريد اونلي ميموري اند اي اي بي روم اللي هو الالكتريكالي ايرازيبل بروجرامبل ريد اونلي ميموري. اوكي طلاب، فبصورة مختصرة هذه كانت محاضرتنا اليوم، هي الباص تعريفه وانواع الباص الانترنال والاكسترنال، والانواع السيستم باص الكنترول والادرس والداتا، كذلك الذاكرة البرايمري اللي قسمناها الى ريجستر، الرام وانواعه والروم وانواعه. اوكي طلاب، هذه ان شاء الله محاضرتنا اليوم، قلت ارجع واكرر اتمنى تقروها بوقتها قبل لا انزل المحاضرة القادمة. وطبعا طلاب بعد ما انزلكم اياها اي طالب عنده سؤال او استفسار يقدر يراسلني على الكلاس روم. اوكي طلاب، شكرا جزيلا لكم.